ينضم إلي أيضا من واشنطن عبر خدمة سكايب باسم أبو سمية المحلل السياسي. أهلا بك سيد باسم. ترامب يعلن انتصاره يعني على بايدن بالمناظرة الأخيرة على منصة تويتر، هل هذا يعكس واقع الحال لديك؟ أهلا بك. الحقيقة أنه بدون الفوضى التي لم تتسم بها المناظرة، ولكن يبدو أن الفوضى انتقلت إلى استطلاعات الرأي التي تارة ترجح فوز بايدن وتارة أخرى ترجح فوز ترامب. ما يمكن لمسه الآن أنه بعد هذه المناظرة لوحظ تقدم بايدن على ترامب بعكس ما يدعيه الرئيس الأمريكي، وخاصة في الولاية المتأرجحة ولاية فلوريدا، حيث سجل بايدن حسب استطلاعات الرأي التي حصلنا عليها مؤخرا حصل على نسبة يعني مرجحة إلى حد كبير، ليست بالكثيرة ولكنها توحي بأن هذه الولاية المتأرجحة التي كانت تتأرجح بين الجمهوريين والديمقراطيين قد حسمت بعد المناظرة موقفها لصالح بايدن، والآن توجه الرئيس ترامب إلى هذه الولاية ربما قد يعيد الأمور إلى نتيجة مختلفة. ولكن كما نعلم فإنه استطلاعات الرأي تأتي في نهاية قائمة من 9 عوامل تحسم أو ترسم النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية كما جرت العادة منذ عام 1964، والأساس في ذلك العامل الاقتصادي ومدى تماسكه، والآن الاقتصاد قد مني بضربة قاسية جدا نتيجة كورونا وتوقف الأعمال، وهو ما ينعكس على ربما على إعادة انتخاب ترامب. لا أريد أن أصل إلى نتيجة حاسمة قبل الانتخابات، ولا طب سيد باسم ماذا عن البقية ممن لم يحسموا أمرهم بعد؟ يعني 8% لم يحسموا أمرهم بخصوص من سينتخبون، ما الدور الذي لعبته هذه المناظرة بخصوص حسم أمرهم؟ حسب ما جرى بالأمس أنه حتى عدد قليل من هؤلاء قد غير رأيه باتجاه ترامب وبقي آخرون لصالح بايدن، ولكن النتيجة الأساسية والفعلية تظهر في يوم الانتخابات في 3 نوفمبر. كما قلنا أنه ربما أن هذه المناظرات قد لا تفعل شيئا وقد تفعل الشيء الكثير إذا ما كانت جردة الحساب حقيقية ودقيقة وفيها نوع من الشفافية والمصداقية. ولكن يبدو أنا برأيي أنه مناظرة الخميس لم ترجح فوز أحد على الآخر إلا ببعض النقاط هنا أو هناك، ولكن فوز بمعنى الفوز الحاسم لم يحدث في تلك المناظرة. الآن القرار الأخير بيد الناخب الأمريكي، هو الذي سيقول كلمته الأخيرة وهو الذي سيحدد من سيكون الرئيس بعد 3 نوفمبر القادم. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي باسم أبو سمية، كنت معنا من واشنطن.